الناس متعشية، خلينا نمشي ونقعدوا بالحمامات اللي تحتضن الدورة الأولى ليوكي جلوري الصيد البحري الرياضي، كان أيامات 28 و 29 فيفري. خلينا نزيدوا نكتشفوه مع بعضنا في التقرير هذه. مرحبا بكم الناس الكل في اليوكي جلوري فيشينغ بلانيت تونس 2020. اليوكي جلوري سيت اون كومبيتيسيون انترناسيونال لمت بلوس دو 130 كومبيتيتور. عملنا جو تفرهد الناس الكل، صارت في بحر الحمامات. الأجواء كما شفتوا معانا البارح كانت هايلة ياسر، عملنا جو بالكدا بالكدا. جوائز كانت دي كانابيش دون غروند فالور نتاع اليوكي جلوري اللي هو معناتها ليدور في العالم في الموند نتاع الموند نتاع البيش هذايا، والناس كل فرحانه، الناس كل شيخه، وان شاء الله ديما هكا ومن حسن الى احسن. يوكي جلوري برشا جو ليلة، ما برشا وسع بال زادة، وبرشا صبر وبرشا تجهيزات، برشا خدمة زادة للإنسان اللي يمشي يصطاد بالطريقة هذه. تعرف مين المصيد هذايا ثيرابي راهي وليت، الناس اللي يبداو ستريسي على أعصابهم جمعة كاملة يحضر الكيت نتاعو ويحضر ليزامسون الدنيا هذيك الكل، فريمون سي امبرسيونون. أنا نصطاد أما فريمون دي مومون ماجيك، معناتها تعدي من تي راسك راس البحر والحوتة تبدا تستنى فيها وقتاش لمسون هكا يتحرك وقتاش، دونك امبيونس ياسر محلاها. نشجعوا بالحق اليوم صغيرات الكل باش يتغرموا بالمسجد على خاطر حاجة اللي تفتح لهم أعصابهم وتعلمهم الصبر والأندورونس. فما حاجة أخرى يلزمها الصبر والأندورونس اللي هي الحب.